بسم الله الرحمن الرحيم. قامت قوات النظام اليوم في بلدة حاس المحتلة بقصف عنيف وعشوائي على المنازل، مما أدى إلى حرق وهدم العديد من المنازل، كما وقامت باعتقال عدد كبير من الناشطين ومنهم أيضا من المنشقين. كما نزف لكم نبأ استشهاد الشابين راجح أحمد العوض وأحمد حمود الخضر، بلدة حاس المحتلة 2/4/2012.